السلام عليكم، كيفكم أصدقائي؟ أسأل الله تكونوا بخير. موضوع اليوم من المواضيع الجميلة جدا والمفيدة كثير بحياتك، ألا وهو كيف تجعل الناس تهابك، تعمل لك حساب، سواء كنت بعملك، بشغلك، بالمجتمع بشكل عام. لأنه كثير من الأشخاص بيشكوا الناس بيستدفعوهم، ما بيعملوا لهم قيمة ولا بيعملوا لهم حساب، بالعامية بيصطوتوا حيطهم. عشان هيك تعالوا نشوف الخطوات اللي تخلي فيها الكل يهابك ويعمل لك ألف حساب. الخطوة الأولى، امشي بثقة. لأنه كثير منشوف أشخاص أثناء مشيهم بضل يطلع على الأسفل كأنه ضايع منه إشي، أو واحد بضل يتلفت حواليه كأنه خايف من شغلة صارت معه. هدول عمره ما راح حد يعملهم هيبة. خليك ماشي بثقة، راسك مرفوع للأعلى. وهون في ملاحظة، مش إنه ترفع راسك بنية التكبر والعلو على الناس. الشخص المتكبر دائما رافع راسه وعالي على الناس زي فرعون، الناس بتحس فيه فبتكرهه كمان. لا، أنت امشي بنية الثقة بالنفس، بالإضافة أنه علمياً مطلوب أنك تمشي وراسك على مستوى جسمك عشان تحافظ على العمود الفقري اللي سلامته من الانحناء مع التقدم بالعمر. بالإضافة بهاي الجزئية لازم تضبط سرعتك بالمشي، يعني لا تكون ماشي كثير بسرعة عالية ولا تمشي ببطء كثير. ربنا بيقول واقصد في مشيك، يعني خلي مشيتك بالتوازن ما بين السرعة وما بين البطء بشكل متوسط. فإذا الخطوة الأولى امشي بسرعة متوسطة بقصد واقصد في مشيك كما قال تعالى، بالإضافة خلي راسك مرفوع بثقة عالية بالنفس، وهيك بتظهر عليك الجدية وبهابك الناس. الخطوة الثانية، تكلم بنبرة صوت هادئة وقوية. يعني لما تتكلم مع الناس ما تحكي معهم بنبرة منخفضة فما حد يسمعك، وبنفس الوقت ما تحكي معهم بنبرة كثير عالية فتزعج اللي حواليك وينفروا منك. ربنا بيقول واغضض من صوتك، يعني احكي مع الناس بنبرة صوت متوسطة حادة معبرة بحيث يسمعك فيها الشخص بوضوح، وتعطي انطباع للآخرين انك متحدث واثق بنفسك. هذا كله بيجعل لك هيبة عند الناس. الخطوة الثالثة، اوقف من يحاول التقليل من شأنك فورا. لانه شوف، الشاب المسلم هو بالاساس العبد القوي لله، الخلوق اللي بيحترم الجميع. خلي دائما هاي القيم بعقلك، لانه هاي الصفات الأساسية الشاب المؤمن المسلم. ولكن أي شخص بحاول يقلل من شأنك، بيغلط معك، هون لازم ترد عليه. هو اعتدى عليك، لازم أنك تعتدي عليه. ربنا بيقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هون على فكرة الاعتداء مش بس الضرب، زاوية الضرب، لا، ممكن الاعتداء بالكلام. يعني مثلا واحد غلط بحقك، شتمك، تعدى عليك، لازم ترد عليه. لكن في ملاحظة، بعد ما تعمل معاه قيمة التسامح، تسامحه، وقيمة العفو عند المقدرة، عفوت عنه مرة مرتين وثلاث، واحترمته وصبرت عليه ورجع غلط معاك، هون لازم زي ما اعتدى عليك تعتد عليه. فبتحكي له يا فلان لو سمحت أنا بقدرك وبحترمك، ولكن لا تعيد اللي عملته أو قلته مرة تانية. هون أنت بتظهر بصورة الشاب الخلوق الواثق بنفسه اللي هيبته محفوظة عند الجميع. الخطوة الرابعة، قل المهم أو اصمت. لأنه شوف، الناس ما بتحب الرجل الثرثار اللي بيحكي كثير، أي موضوع موجود أمامه المهم دب ويضل يحكي لسانه وما بسكت. الرجل كل ما كان كثير الكلام بأشياء غير مفيدة، كل ما قلل من شأن نفسه وضاعت هيبته بين الناس. كل ما كنت قليل الكلام كل ما زادت هيبتك عند الجميع. والشاهد في الموضوع مخرجين الأفلام، لما يكون في فيلم والدور الموجود بيحتاج شخصية قوية ورجل بهاب الناس، بروح بدور على ممثل قليل الكلام، لأنه قليل الكلام الناس اللي حواليه بيهابوه. عشان هيك لنفرض أنه أنت مثلا كثير الكلام، تحب تحكي كثير، هيك طبيعتك، لازم تبلش بالتدريب تعود حالك على الكلام المفيد المهم فقط، لأنه زي ما بتعرف خير الكلام ما قل ودل. وهون في ملاحظة، هاي القاعدة مش معناها أنه كثر الكلام مضر، لا، لأنه افرض أنت بتشتغل بالتسويق، شرط أساسي تحب تحكي كثير عشان تنجح. وفي مواقف وظروف لو ما حكيت كثير راح تخسر كثير. لكن احنا بنحكي هون حتى تظهر بصورة الرجل المهيوب، لازم تكون تتكلم بالمهم المفيد فقط. وهيك بنكون انهينا الخطوات الاربع حتى تجعل الناس تهابك. خلينا نلخصها سريعا. حكينا الخطوة الاولى، اجعل طريقتك في المشي ثابتة، لا تتلفت كثير، وخلي كمان راسك مرفوع على مستوى جسمك. ممكن تتدرب هاي الطريقة على فكرة بالبيت عندك امام المرأة. الخطوة الثانية حكينا، خلي نبرة صوتك بالكلام واضحة وحادة عند المستمع. وبرضه ممكن تتدرب على هاي النبرة على التليفون، ضلك تسجل صوتك وتسمع حتى توصل لنبرة الصوت المطلوبة اللي هي المتوسطة زي ما حكينا. الخطوة الثالثة حكينا، أوقف من يحاول أن يقلل من شأنك لكن بأدب واحترام.
وهون في ملاحظة، عدم الرد أحياناً بيكون رد بذاته، يعني واحد استهزأ فيه، قلل من شأنك، أنت طنشته، ما عرته أي انتباه ولا كأنه موجود. هون هو بيظهر بصورة الرجل السخيف وانت بتظهر هيبتك عند الناس. وحكينا الخطوة الرابعة، قل المهم أو أصمت، يعني لا تتحدث كثيراً إلا بالمهم المفيد فقط. وبالنهاية حاب أحكي، إذا لاحظت مع أغلب القواعد كنت أذكر آيات قرآنية، لأنه شوف الهيبة الحقيقية للشاب المؤمن بتكون لما بيطبق أوامر الله وآياته في القرآن الكريم. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الحلقة، أسأل الله تكون فادتك، ولا تنسوا الاشتراك في القناة حتى يوصلكم كل جديد. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.